أهلا بكم مشاهدينا وحلقة جديدة وجولة جديدة من جولات رحلة في عالم الكتب. اليوم نتعرف معكم مشاهدينا عن أوبرا بكين. نظرا لأنها بدأت وابتدت من هنا من بكين. ومونولوج الدور وعرض الحركات الجسدية وتعبيرات الوجوه ونزال الوشو الكونغفو بأسلوب الرقص لدى ممثل رئيسي أو ممثلين رئيسيين فقط. كان الممثل الرئيسي يدعى عادة صاحب الدور، والممثل المعروف يدعى صاحب الدور الزائع الصيت، أي عمدة الممثلين أو العميد الشهير بينهم. وعلى هذا الأساس يمكن القول
إن نشوء عالم متخيل في أوبرا بكين المسرحية يقوم رئيسياً على أداء البراعات الأربع: الغناء والحوار وأداء التعبيرات الجسدية ونزال الكونغفو. تعالوا مشاهدينا معنا أيضاً لنتعرف على عجائب التخيل. يعتبر مشاهدين التخيل سمة ملحوظة في فن الأداء لأوبرا بكين، وهو يشمل مضمونين بشكل رئيسي: التخيل الحركي في جانب، والتخيل الظرفي في جانب آخر. فالتخيل الحركي كركوب الفرس، فلا يشاهد أي فرس على خشبة المسرح حقيقة، وهو كعقدة مسرحية يقدم عبر سلسلة من الحركات التي يؤدي بها الممثل، مثل إمساك صوت للبحث عن فرس في تخيل العامة عبر القيام بجولة دائرية على خشبة المسرح والاستدارة على العقبين والانعطاف في الميسرة وما إلى ذلك من الحركات مسلسلة. أما تخيل الظروف كالدفع بسير المركب، فكذلك لا يشهد مياهها على خشبة المسرح ولا عليها مركب، سوى ممثل بعينيه وهو يؤدي حركة في دفع المركب عبر مدافعيه للأمام في يديه حتى يجعل المشاهدين يعاينون المركب يحمله لسيره على البحر. أما الديكور على خشبة المسرح في غاية البساطة: منضدة واحدة وكرسيان ومنضدة. فالظروف التمثيلية تتواجد في الممثل نفسه، وهي تظهر أمام المشاهدين من خلال الحركات الواقعية للممثل الذي يوحي بالتعبير عن هذه الأشياء. فأوبرا بكين مشاهدينا تعتمد على فن التخيل، فيمكنك من خلال الحركات والأدوار التي يؤديها الممثلين أن تشعر وتتعرف على الدور الذي يمكن التعبير عنه، كالحصان أو الفرس على خشبة المسرح، وكذلك المركب التي تشعر بأنها تسير على النهر ولا يوجد نهر في الحقيقة، كذلك غيرها من الأدوار والأشياء التي يقدمها الممثلون على خشبة المسرح بأدوارهم الفعلية الحقيقية. فهو فن وإبداع قديم يعبر عن الثقافة والحضارة الصينية العريقة. فأوبرا بكين هي من أعرق الأوبرات العالمية التي تعرفنا في يومنا هذا على جزء أصيل من أوبرا بكين. شكراً مشاهدينا، وإلى اللقاء.